يومكم كله سعاده وهنا ورضا من الرحمن، اللهم امين. غدوتنا النهارده بجد تستاهل بقكم، عايزاكم كده كلكم تتجمعوا وتركزوا معايا عشان نشوف النهارده هنعمل احلى صينيه مكرونه بالكبده، مكرونه بالصلصه، هنطعم الصلصه كويس قوي، وبعد كده هنعمل الكبده بقى كبده من اللي قلبك يحبها، وهنعملها حته طشه وشويه تتبيله بجد عسل عسل عسل، ونحط ده على ده ونقدمه لاولادنا بالف هنا وشفا. غدوه سهله وسريعه بس بصراحه شهيه جدا. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. اول حاجه هتكون معايا في الصينيه بتاعتنا النهارده التتبيله بتاعه الكبده اللي هطعم بيها كذا حاجه، عباره عن فلفل رومي حامي وفلفل رومي بارد، يعني فلفل حامي ورومي الاثنين على بعض احمر واخضر، ونص ليمونه ثوم مفروم، معلقه كبيره سمنه بلدي ولو عندك ليه طبعا هتبقى حلوه، وشويه زيت وملح وكمون وكزبره. بعد كده صلصه المكرونه بتاعتنا اللي هتطعم لي بقى المكرونه كلها، انا عندي مكرونه سلقاها، مكرونه المقصوصه العاديه الوسط، معلقه كبيره معلقه صغيره ثوم وبصله مفرومه، لتر عصير طماطم، ومعلقتين كبار صلصه، صلصه بيوري عشان تدي كده حمار وحلاوه لصلصه المكرونه بتاعتنا، وملح وفلفل وكمون وكزبره ورشه سكر وزيت. بس كده هي دي المقادير بتاعتنا، سهلة جدا جدا، بس النتيجة في الآخر إن شاء الله هتعجبكم، هتنبهروا النهاردة بصينية المكرونة بالكبدة إزاي هتبقى طالعة بالجمال ده وبالسهولة دي. أول حاجة هنعملها معانا هنعمل صلصة المكرونة، وأول ما تغلي نوطي عليها خالص ونسيبها تعيش مع نفسها ونشتغل في الكبدة ونبقى خلصنا، بس مش أكتر من كده. تعالوا نشوف الصلصة هنعملها إزاي. أنا عندي في المقادير بصل وتوم الاتنين هيتحطوا مع بعض من الأول خالص. عايزه بس اقول لكم النهارده اللي هينجز معانا الكلام ده كله واللي هيعمل لنا الوصفه بمنتهى السهوله وهيبقى فعلا فعلا ايدك اليمين في المطبخ عيله نايس كوكر اللي على طول منوراني، اللي انا يعني اكتر حد انا بتشرف ان انا بشتغل في منتج مصري بالجوده العالميه دي، يعني هي فعلا حله نايس كوكر هي تستاهل ان يتقال عليها فعلا دي اقوى حله في مصر، الحله الصب اللي بالمقابض بتاعتها صب قطعه واحده تقدري تدخليها الفرن تحطيها على البوتاجاز بتوزيع الحراره الممتاز جدا جدا بشهاده الضمان، طقم حلل محترم بيجيلك كمان بالضمان، زي ما انتم شايفين الجمال والالوان الجميله اللي تناسب اي مطبخ وتناسب اي ذوق، عيشي براحتك. دي عيله نايس كوكر، من حلل لطاسات لووك لطواجن، طواجن مستطيله طواجن مدوره، ماده التيتانيوم القويه الاقوى دلوقتي من السيراميك واقوى من الجرانيت، واللون بتاعي انا بقى المميز اللون الاسود اللي انا على طول بحبه وبشتغل بيه، ومعايا اللون الثاني الجولد الزيتوني برضو الجميل جدا اللي هو جديد في السوق، بس اللون الاسود بصراحه ده ايه مياله ليه على جنب كده يعني. فعيلة نايس كوكر هنشتغل فيها النهاردة ونطلع أحلى صينية مكرونة بالكبدة. يلا بينا، دي حلة وسط اللي هعمل فيها الصلصة، هحط فيها الزيت ماشي كده، وزي ما قلتلك احنا عندنا في المقادير بصل وتوم هننزل بيهم مرة واحدة مع بعض، ما تقلقيش ما تقوليش لا ده التومة تتحرق خالص، هتدي ريحة وطعم في منتهى الجمال. ادي البصلة كده، بصوا لسه حاطه الحل على النار على طول ابتدت تسخن ازاي، ودي ميزه حلوه قوي انا بحبها بصراحه في نايس كوكر لانها بتنجز معاكي، ما بتستنيش لما الحله تاخد وقت، لا على طول بتاخد درجه الحراره وفي نفس الوقت تفضل محتفظه بيها. فادي البصل والثوم ننزل بيهم كده بالمنظر ده تمام، وشمي بقى ريحه البصل والثوم مع بعض بقى حكايه. هنقلب لغايه بس ايه ما البياض بتاعهم ده يتكسر شويه، يعني تلاقي لونها كده ايه ابتدى لون البصله كده ابتدى ايه يبقى بيج كده شويه، مش لون لون يعني احنا مش بنقلي، يا دوبك كده بس اخليهم ايه ياخدوا طعم بعض البصله والتومه. دي احلى طريقه واطعم حاجه لصلصه المكرونه، البصل والتوم كده في نفس الوقت في آن واحد كده اهو، والووك التاني عندي ووك نايس كوكر حطاه على العين التانية بس على درجة حرارة هادية يسخن لغاية ما نعمل تتبيلة الكبدة، علشان ايه لما نيجي بقى ندي الكبدة الصدمة الحلوة بتاعتها الووك بتاعنا يكون سخن جدا. بصوا اعملي كده اشتغلي كده زي ما انا ماشية بالخطوات كده،
واحده واحده كده وامشي معايا هتطلع معاكي نتيجه حلوه جدا ان شاء الله. نحضر الصلصه، انا عندي صلصه وعندي عصير طماطم. نقلب تاني اهو. تعالوا بقى ايه، ندي شويه بهارات حلوه كده للبصل والثوم مع بعض، يطلع لي كده روايح احلى واحلى. يعني انا دايما بطمع ان الاكل يبقى ريحته احلى واحلى والطعام يبقى احلى واحلى. انا كده حطيت كمون وكزبره، وهنحط كمان ملح وفلفل، ونبقى كده اسمنا ايه، بنبهر البصله. ادي رشه ملح كمان، بسم الله، ورشه فلفل، ونقلب تقليبه محترمه. تلاقي البصله على طول ريحتها فحفحت معانا. الله الله، شايفين الشكل ده كده؟ قلبي قلبي، الله على الريحه. وبعد كده هروح نازله بالصلصه، اديها تحميصه معاهم عشان طعم وريحه الصلصه برده تبقى احلى واحلى بالتحميصه دي اهو كده. اول ما تشمي بقى ريحه الصلصه كده طالعه حلوه، يبقى هي خلاص خدت التحميصه الحلوه مع البصله والتومه. شوفوا ازاي اهو، ابتديت اشم ريحتها. حلو قوي الكلام ده. ننزل بسم الله بعصير الطماطم كده، وقال ايه يا ستي، الصلصه بتاعتنا خلصت. سهله جدا، اطعم شويه مكرونه عملناهم واحنا واقفين. بصي قلبي كده، دوبي الصلصه في عصير الطماطم في قلب بعض بالشكل ده اهو. لسه في حتت صلصه انا حاسه بيها، فلازم ايه ادوبها كويس قوي. الله، يعني عايزه اقول لكم ان ريحه الصلصه طالعه عامله كده زي محلات المكرونه. عارفين محلات المكرونه والكشري بيبقى ليها ريحه مميزه كده؟ نفس التوابل اللي حطيناها على البصله نرجع نظبط بيها الصلصه. ده كده كمون وكزبره، وبنزود شويه فلفل اسود، وكمان نظبط الملح بتاعها. واوعي تنسي رشه السكر، رشه السكر دي ما تتنسيش ابدا اهي. دي بقى اللي تخلي لك الصلصه طعمها حلو وخفيفه ومش تقيله على المعده، ولا تعمل اي مشاكل للجهاز الهضمي، وفي نفس الوقت تخلي البهارات اللي انت حطيتيها دي تفحفح معاكي. تقليبه بس يا ستي كده، الصلصه كل اللي طالبينه منها غلوتين وتبقى جاهزه معانا على المكرونه. يبقى كده خلصنا الصلصه بالريحه اللي طالعه دي، نفسي تشموها. هوطي عليها، نوطي عليها شويه ونغطي ونسيبها على ما نشتغل بقى ايه في الكبده. والمكرونه مسلوقه يبقى تمام، شكرا زي الفل. دلوقتي بقى هنعمل التتبيله المميزه جدا جدا للكبده. هتجيبي بقى الهون او هتجيبي الكبه المتاحه عندك، وهتضربي لي بقى فيه الكلام اللي هنقوله ده كله مع بعضه كده عشان اطلع احلى تتبيله بامر الله. احنا عندنا كان في المقادير يا سمر، كان عندنا فلفل رومي احمر واخضر، وعندنا فلفل حامي وتوم، وعندنا كمون وكزبره، وكمان معلقه سمنه، وعندنا ملح وزيت. طيب هنحط ايه في الكبه او في الهون؟ بسم الله. شوف يا ستي، هحط فلفل حامي. طبعا الكبده احلى حاجه فيها الفلفل الحامي. لو عندك اولاد، ولاد صغيرين، ممكن الفلفل البارد بس، بس اهم حاجه الكبده روحها الفلفل اهو كده. فلفل احمر واخضر ماشي، وكمان التوم. جيب معلقه، معلقه، حط توم يعني حوالي ايه، انا حاطه بصوا معلقه كبيره مليانه عشان كبده، كبده بتحب التوم. وكمان عندنا كمون، نزود الكمون شويه، وشويه كزبره بالشكل ده، واحط شويه خل صغيرين مش كتير.
عندي الوك كنت مخليه على نار هاديه. نعلي النار بقى عشان ندخل في تشويح الكبده العالمي. واخبار الصلصه هنا ايه؟ الصلصه يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. الصلصه بتغلي اهي، والروائح الحلوه طالعه، وعلى طول تقلت وعلى طول اديت ريحه حلوه عشان واخده حقها في كل حاجه، وهو المطلوب. يلا بينا. شفتوا سمر دخلت جوه الحله ازاي؟ ماشي. يلا يا ستي، حلو الكلام. شايفين لونها حلو ازاي؟ الله ينور يا سمار. يلا بينا. زي ما قلت لكم، لو عندك سمنه بلدي بدل الليه للكبده بتبقى حلوه قوي. يعني انا لو خيرتيني عندي ليه وعندي سمنه بلدي، هقول لك لا، مع الكبده حطي سمنه بلدي، تدي طعم حلو قوي. فانا كده حطيت شويه زيت، وادي معلقه سمنه اهي. هنا بقى لازم يسيحوا كويس قوي، تسخن بمعنى اصح. خدوا بالكم من اللي جاي، ماشي كده؟ طيب وهنعمل ايه؟ تسيح كويس وتسخن، علشان انا لازم ادي الكبده طشه حلوه قوي. انا كده المكرونه خلاص عندي خلصت، الصلصه خلصت والمكرونه مسلوقه، الكبده تاخد التشويحه وتلاقي نفسك خلصتي الاكله كلها. بصي بقى يا ستي، اول ما السمنه والزيت يسخنوا كده كويس قوي، بقيه الخلطه اللي عندي في الكبه هاخد منها معلقه كبيره كده بالشكل ده، وهنزل بيها هنا الاول قبل ما انزل بالكبده من نفس الخلطه. يبقى انا خدت منها الاول، تبلت الكبده بره، وخدت منها دلوقتي. الله على الريحه اللي طالعه. ايه يا سمر اللي بيحصل النهارده ده؟ بصوا عيني عيني عيني، سمر قررت يا جماعه انها هتفطر دلوقتي مكرونه وكبده. عيني. هناخد بقى الكبده بعد ما اديت كده تشويحه والريحه طلعت ملت البيت كله عندك، والجيران خبطوا، قول لهم اصبروا بس شويه كده، خمس دقايق كده وهبعت لكم احلى طبق ان شاء الله. نروح واخدين بقى الكبده، والكبده نفسها متبلينها شويه بشويه كده اهي. بسم الله بالشكل ده، شايفين ازاي؟ وما تقلبيهاش في ساعتها، سيبيها كده شويه. نهار ابيض على الروائح اللي طالعه يا جماعه، احنا فتحنا عربيه كبده ولا ايه؟ شكلنا كده. يلا الله الله كده اهو، خلص كله كله، خلي كل حبايبنا يذوقوا النهارده المكرونه والكبده بتاعتنا العبقريه. مش هنقلبها بقى، هنركنها كده شويه. على ما تاخد الصدمه بتاعتها، تعالوا نشوف ازاي في نفس الوقت وانا بعمل الاكل هخلي برضو بتنجان من نفس الخلطه اهي اللي هي عملتها في الاول خالص بتاعت الكبده. خدت منها تبلت الكبده بره، وخدت منها عملت تشويحه حلوه للكبده، ونفس الخلطه بس هزود عليها عصير ليمون، وهزود عليها شويه خل تانيين غير الاولانيين خالص، وهكون محمره بتنجان. نزود بقى كمان شويه ملح وشويه زيت. بتنجان متحمر بقى، بتنجان عروس، بتنجان رومي، اللي يعجبك. وعلى طول هنروح حاطينه في الخلطه دي، وابقى عملت كمان طبق بتنجان مخلل من نفس الخلطه. متخيلين؟ متخيلين احنا استغلينا الخلطه دي قد ايه؟ عايزين نجيب ايه؟ معلقه حلوه كده، يعني استغليناها احلى استغلال. بصوا كده. بص بقى يا سمر، عشان اللي فات حماده واللي جاي حماده، فلفل مقلي حامي وبتنجان، واروح جايبه الخلطه الحلوه دي ونازله عليهم كده هون. بصوا ازاي في كل حته كده، ايه رايكم بقى؟ واسيبه شويه يتبل كده على ما اخلص الكبده، واجي اغرف بقى الطبق الجميل. شايفه المنظر؟ بصوا قولوا لي الشكل ده لوحده قد ايه مغري. وادي الكبده بتاعتنا بالطشه الحلوه بتاعتها اهي، ما شاء الله. شوفوا
على طول على طول كده، اول ما لونها يغير بس هتبقى تمام، خلصت معانا وزي الفل. اخبار الصلصه ايه؟ عسل. بصوا الجمال، الصلصه خلاص كده طفينا عليها. شكرا جزيلا. الروائح اللي طالعه اشوفه، يعني احنا بنعمل حاجه عاديه جدا بس عشان مدين لكل حاجه حقها. الروائح طالعه حلوه، الطعم يطلع مختلف، اكلك كله يطلع مختلف. هي دي التكات البسيطه اللي بنقول عليها. الله الله، لما بتتبلي الكبده في الاول وتاخدي من التتبيله تشوحي الاول في معلقه سمنه كده وشويه زيت، بتدي نتيجه حلوه قوي. بصوا عسل، ونشوف طبق الباذنجان بتاعنا العبقري ده. ده اللي هيكمل لنا بقى ايه اللوحه الفنيه بتاعتنا اللي احنا بنعملها النهارده. عايزين بقى دلوقتي نبتدي نغرف. يلا بينا يا سمر، مستعده؟ هل انت مستعده؟ هنجيب حله المكرونه. شايفين اكبر مقاس في الطقم بتاع نايس كوكر قد ايه؟ المقاس ده دلوقتي ما بقاش موجود في اي اطقم موجوده في السوق. اكبر حله، الحله اللي تاخد دكر باتو وتاخد ديك رومي، دي اكبر حله في الطقم، الطقم اللي بيجيلك بالضمان. نقلب خلاص. هي بص لونها غير طبعا، الكبده اوعي تقرصي عليها في السوى. هنعمل ايه بقى؟ ادي المكرونه، بسم الله ما شاء الله. هجيب الصلصه اللي عملناها، بسم الله كده. وبص يا سمر بقى، نروح قلبين الصلصه على المكرونه كده اهو. بصوا الصلصه، شايفين لونها وقوامها عامل ازاي؟ اهي بالشكل ده. يا نهار ابيض يا جماعه، يا نهار ابيض على الريحه اللي طالعه دي. مش سمر بس اللي هتفطر مكرونه وكبده ده عندي، بص يا سمر ده كلنا. يلا يا جماعه احنا هنفرش الفرشه دلوقتي ونقلب وهي سخنه كده. ما تعمليش الحركه دي غير ساعه التقديم عشان المكرونه ما تعجنش ولا تطرى معاكي. اهي شوفوا، وطالما الصلصه متحبشه صح ومعموله صح ومديه كل حاجه حقها، اول ما هتنزل على المكرونه هتطعمها على طول. بصوا الله الله الله، شايفه اللون؟ بصي شايفين لون المكرونه يا جماعه؟ كل حاجه عاملينها مع بعض اهو على الهوا واحنا واقفين. نقلب الكبده، الكبده كمان خلصت. الله الله، بصوا بقى الحركه اللي جايه دي. الكبده خلصت اهي، المفروض كده ان انا هطفي عليها. الخلطه اللي انا كملت عليها عصير ليمون وكملت عليها خل وخدت منها للبتنجان الشويه دول، حوالي بصوا معلقه كبيره كده يا سمر، عايزه اوريها لك. دي بقى فيها ليمون وفيها خل في الاخر خالص بعد ما الكبده خلصت وانا رايحه اطفي عليها، اروح حطها كده على الكبده.
وليها بيبقى فيها كده روح العيله الحلوه، روح اللمه الحلوه كده، كانها بالظبط زي صينيه الفته. يعني دي اعتبريها فتت كبده ومكرونه. بصوا اهي، يا رب كده الوصفه تكون عجبتكم، وقد ايه تبقوا حاسين انها شهيه جدا جدا. واظن الشكل بيدل، يعني بيدل قد ايه الريحه اللي طالعه جميله ما شاء الله عليها. واوعوا تنسوا البتنجان كمان اللي خللناه مع بعض، هحط البتنجان والفلفل في نفس الصينيه. هي دي بقى صينيه العيله اللي انا هحط فيها من كل حاجه انا عملتها. بصوا كده، وادي البتنجان بالتخليل الحلو ده، يا سلام. في اي يعني اي امكانيات او اي حاجه حطيناها صعبه تخلي الجمال ده ما اقدرش اقوم اعمله دلوقتي بمنتهى السهوله؟ ابدا، كل حاجه عملناها سهله وسريعه، وما عملتيش خلطات، ده هي خلطه واحده عملتي بيها الاكله كلها، وهو المطلوب، وده دايما اللي احنا بنشتغل عليه. أكلة سهلة وسريعة بس إيه؟ عسل عسل عسل. يا خبر أبيض يا خبر أبيض أهو. بس أنا مش عايزة حاجة تاني بصراحة. سيبولي بقى البتنجانتين دول بقى على جنب كده يا مي، يعني مش معقولة أحط لك يا مي البتنجان كله وأنت عينك فيه يعني. هلحقوا يا جماعة عشان أنا عارفة مي مستنية إيه. ألف هنا وشفا ليكم جميعا. الاكله سهله وسريعه، وزي ما انتم شفتوا معايا من خلطه واحده حبشناها كويس قوي، طلعنا الصينيه الجميله دي. الف هنا وشفا عليكم وعلى قلوبكم يا رب. اطلعوا فاصل بسرعه وارجعوا لي نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير.